طيب دكتور جاك، يعني عندما نتحدث عن تحذير من قبل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهذا التحذير هو خاص بالسلالات الجديدة، إذا ما المطلوب من هذا التحذير؟ يعني ما الإجراءات التي من المفترض أن تحدث نتيجة لهذا التحذير؟ الإجراءات التي يجب استحداثها في الوقت الحاضر، أولا التشديد على الوقاية. التشديد على الوقاية عند كثير من ثانيا زيادة قدرة المستشفيات والجسم الطبي والاستشفائي على استقبال المرضى. يعني تقوية الجسم الطبي والاستشفائي ودعمه وضخ المعدات والماديات لدعم هذا الجسم، لان راح نزيد عدد المصابين اللي راح يدخلوا الى المستشفيات. نعم. ثالثا الاسراع بوضع النقاط سيد التوزيع على عامه الناس باسرع وقت ممكن حتى نخفض خطر تطور الفيروسات الى تطور الفيروسات في الوقت الحاضر. هذه الفكرة، هذه السلالة الجديدة لا تزال تقع تحت حماية اللقاحات الموجودة حاليا، هيك اللي ظاهر، هذا اللي ظاهر حاليا انه احنا نعم. اذا دكتور جاك، حضرتك ترى ان طوق النجاة في هذه المرحلة التي يمر بها العالم هي اللقاحات. لو تسمحي لي شوي كافي، تسمحي لي خلص. اتفضل يا فندم. الاستمرار بتلقيح الناس حتى تخفف خطر انه يطلع طفره جديده ما تعود تتجاوب مع اللقاح، اوكي؟ رابعا ونقطه كثير مهمه هي متابعه والدرس بشكل متواصل للصفرات الجديده، يعني يجب متابعه السلالات الا اللي بتطلع وانشاء في عده مختبرات في عده مناطق في العالم، يجد درس الفيروسات اللي عم تطلع نترفض ظهور سلاله جديده باي مكان في العالم، يعني هذا درس عم نتعلمه حتى نعمل هالشغلات، مش ما بنعمل حاليا للانفلونزا مثل ما في ترفض للانفلونزا، نعمل نفس الشيء للكورونا. نعم. من بيروت الدكتور جاك مخباط، أخصائي الأمراض الجرثومية المعدية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.